تعالوا نروح نسمع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا. خلال النسخة الثانية كان يمكن أن ننهي لم نستطيع أن نقوم بذلك الأسلوب، وبعد ذلك حاولنا أن نعيد أن نحل المشكلة، وكانت لدينا 5 دقائق لعدم التركيز وأنهينا المباراة، ونرى أننا يعني فقدنا يعني تقدمنا في هذه المباراة بتعادل 2-2، ولكن لا يمكن أن نوقف يعني سعادتنا وان كل هذا يعني من ضمن المباراه. وكنت اشرت بان فريق مبارك جيد وسريع ولديهم اساليب تتقدم بشكل جيد، واخيرا فازوا، وكان كان صعبا لنا ان نعيد المباراه، ولكننا لدينا مباريات اثنتين اخرى. كنا نقول أننا لسنا الأفضل وأننا لسنا يعني أسوأ فريق. أعتقد أن أريد أن أفوز بالمباراة. إذا كان لاعب قويا بدنيا أنا يعني أعلم هدف المباراة هو النتيجة والفوز. هناك بعض المباريات بسيطة وبعضها صعبة، ولكنني لست مفاجئا بذلك. فيما يخص المباراة القادمة نحن مستعدين لنستعد مرة جديدة. كما قلت لسنا أفضل فريق ولسنا كذلك آخر فريق، وعليه يجب علينا أن نكون يعني عدة دقائق في عدم التركيز، واستفاد يعني الفريق من ذلك. لم نكن جيدا، لم نكن مركزين بشكل جيد، لذلك فقدنا هذه الفرصة. يعني كان واضح انه متضايق جدا.